تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تطوان من توقيف 33 شخص من بينهم جوج قاصرين، وتم توقيفهم للاشتباه في تورطهم في حيازة الأسلحة والأدوات الحادة واستعمالها في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن التخدير وعدم الامتثال والرشق بالحجارة والعنف حق عناصر القوات العمومية. كما انتج عن أعمال الشغب والعنف تسجيل تعرض 13 موظف شرطة و10 ديال المشجعين لإصابات جسدية، وتم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. ومكنت هذه العمليات الاستباقية من ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام بحوزة عدد من المشجعين واللي كيتشتبه في حيازتها بهدف استعمالها لأغراض الشغب والعنف المرتبط بالرياضة. وتم تسجيل خسائر مادية بعدد من المركبات الخاصة وكذا سيارتين تابعتين للشرطة وحافلة عمومية، وتم إخضاع هاد الموقوفين للبحث القضائي اللي كتجريه مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد فيهم وكذا التحقق من مستوى ودرجة تورط كل شخص منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة.